علاته زي الذهب ما شاء الله عنه، ولا بزعل حد ولا بيعمل احد، الحمد لله رب العالمين. وبحب اصحابه، دائما مع اصحابه من شغله لاصحابه، والله الحمد لله. اول ما بيجي باجي على الدار بيجي معي اغراض بتطلع لهم اياهم كليتهم، الله يرضى عليه. والله انا كنت بالشغل، لما كنت بالشغل اجاني ابني ضرب التليفون قال لي يابا الحق جاسر نكيله براسه هي في المستشفى. خلت الشغل غيرت وضليت راكد على المستشفى، دور علي اول شيء دور علي بالاخر لقيته. بده يكون يعني واحد هذا وطلع على غيره، يعني مش هو بس هو، طلع على غيره جايبينه شهيد ما تلوى الشهيد، يعني بطلع عم صيبة غير طيب تهون عليكم مصيبته. شو نعمل؟ ما بيميزوا، فيش تمييز، هذا مدني هذا اي واحد اسمه فلسطيني بدهم يطلقوه، هذا عمل انتقام، انتقام من الشعب الفلسطيني، ما بدهم حدا يكون رافع راسه. الله يصدمه كانت كبيره، لانه مش حامل هويه، يعني لما استشهد ما حدا عرفه، طلعوا على مستشفى النجاح مش عارفين، قام نزلوا صورته على الفيس، طبعا على الفيس كل واحد مع بليفون، اول ما شافوا طبعا اعمامه وقرايبه شافوا الصوره مش متاكدين، مش يعني مش مصدقين انه ابنهم مستشهد، يعني كان صدمه كبيره، صدمه كبيره على الاب وعلى الام والعمام والاخوان. طبعا حسبنا الله لا يبارك له، الله لا يبارك له. هي مش دولة، هي دولة عصابات، هي يعني القاص والزاني، هي دولة عصابات، مش دولة، دولة إجرام. الله لا يبارك فيهم، الله بجاه النبي تكون آخرتهم قريب عليهم، الكلاب الأنجاس لعنة الله عليهم، قتل الأطفال هذول قتل الأطفال، الله أكبر عليهم، الله بجاه النبي تكون آخرتهم قريبة عليهم، الكلاب أنجاس هذول، هاي دولة عصابات هاي.